طائرة مجهولة تستهدف بعدة غارات مواقع إيرانية في ريف مدينة البوكمال عند الحدود السورية العراقية. قوات النظام تقصف بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ مدنا وبلدات عدة في أرياف إدلب وحماة واللاذقية بعد ساعات من انتهاء القمة الثلاثية في أنقرة. روسيا تعلن أن الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستنا ستنعقد في العاصمة الكازاخية تشرين الأول المقبل. وكالة رويترز تقول إن حكومة نظام الأسد تعتزم مبادلة 100,000 طن من القمح السوري ب 100,000 طن من القمح الروسي ضمن مناقصة عالمية. مراسل قناة حلب اليوم في مدينة اللاذقية يفيد بأن مجموعة من الشبان ألقوا قنبلة يدوية في حي الداتور ما تسبب بحالة هلع لدى الأهالي. وأخيرا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن رسميا انتقال المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة بعد حصولهما على أكثرية أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التونسية.